اهلا بيكم في جديد من الكوره في ملعبك. النهارده خدكم معايا في رد فعلي وتحليل لماتش الاهلي والنجم الساحلي. مش هفرج انا، هفرج فوق عند خالتي. باذن الله ان الحلقه تبقى ممتازه. كمان اتكلم على ماتش توتنهام وليفربول، يعني هتفرج على دلوقتي الساعه 4، هطلع اتفرج على ماتش توتنهام وليفربول، بعد كده هتفرج على ماتش الاهلي والنجم الساحلي. ان شاء الله باذن الله يبقى فيه تحليل للماتشين، يعني توتنهام وليفربول هتكلم بين الشوطين عن الشوط الاول وكده، مش هيبقى فيه تحليل صارم يعني زي ماتش الاهلي والنجم. ان شاء الله باذن الله الحلقه تعجبكم، ومحدش يقول لي في ايه في صوتك، عشان عندي برد والكلام طالع من هنا ومش قادر اصلا، فاعذروني لو صوت يعني غريب. ويلا تعال معايا نشوف ماتش توتنهام وليفربول. الشوط الاول من ماتش توتنهام وليفربول خلص 3-1 لتوتنهام. دفاع بايظ جدا خالص من ليفربول، لوفرين وماتيب الاثنين مش عارفين يضغطوا على ولا هاري كين ولا سون ولا ديلي الي ولا اي حد خالص. الاثنين دخلوا جونين صعبين جدا، الكره طلعت من لوريس لكين لسون، الجون الثاني الجول الاول من هاري كين خدها وجري بيها وجاب جول. يعني الدفاع لازم يتظبط، لازم في يناير يورجن كلوب يعمل اي حاجه ويغير الدفاع ده، يشتري دفاع جديد او يعمل اي حاجه خالص قبل يعني قبل الجون الثالث لما يجي. خلق لوفرين ونزل تشامبرلين وخلى تشامبرلين باك يمين وخلى مورينيو يخش جنب ماتب، ولما دخل مورينيو جنب ماتب جه الجون الثالث. فمش عارف الشوط الثاني ممكن يحصل ايه، وصلاح جاب جون، مش عارف الشوط الثاني ممكن يحصل ايه، بس لازم 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 يورجن كلوب يشوف حل في الدفاع ده يغيره في يناير، عشان الدفاع ده ممكن يخسره بطولات كبيره زي التشامبيونز ليج لو وصل ليه ادوار متقدمه. ويا رب بس ليفربول يعمل اي حاجه في الشوط الثاني عشان محمد صلاح، يعني عشان ليفربول ان شاء الله يعني نشوف هيعمله في الشوط الثاني. توتنهام وليفربول خلص للاسف 4-1 لتوتنهام، نفس الاخطاء الدفاعيه بتاعت كل ماتش، اخطاء دفاعيه سهله جدا ومساذجه من فريق ليفربول، لازم تتصلح قبل ماتش اللي جاي بتاع ليفربول او ماتش التشامبيونز. سيبنا بقى ماتش توتنهام وسيبنا من ماتش دي بريمير ليج كل ده، والاهلي والنجم الساحلي. الاهلي بدا النهارده بخطه 4-2-3-1 المعتاده، شريف كرومي ومحمد هاني في اليمين وحسين وعلي معلول في الشمال، سعد سمير ومحمد نجيب في قلب الدفاع، رامي ربيعه بدل اسمه ايه حسام عاشور، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لنا شويه، قلنا هنبدا بعبد الله السعيد بدل عاشور، بس بدا برامي ان شاء الله يؤدي ويعمل ماتش ممتاز. وبدا جنبه عمرو السليه، قدامهم صالح جمعه اللي قلنا برده ممكن يبقى عبد الله السعيد بداله عشان رجع، صالح جمعه اللي بدا على يمينه على شماله، اجاي على يمينه مؤمن وازارو مديله السكه تاني. من وجهه نظر ممكن يبقى في التشكيله الدفاعيه ممكن يرجع رامي ربيعه ليبرو في وسط سعد وعبد وسعد ومحمد نجيب، ويرجع صالح جنب عمرو السليه عشان يقفل المنطقه الدفاعيه، ويرجع مؤمن واجاي يخلي ازارو لوحده قدام، خلي ازارو قدام عشان يبقى لوحده. مش عارف التشكيله يبقى ايه، بس يلا ان شاء الله باذن الله الاهلي يعمل ماتش كويس، ان شاء الله بالجماهير دي كلها ما تروحش على ان شاء الله. اهلي بادئ بدايه كويسه. ايه؟ قولي. مش بيلعب اهوت ولا خلق معلم. يلا معلول. يا رب. وسط تشجيع انصار النادي الاهلي وجمهور الاهلي هنا في استاد برج العرب في المدينه الساحليه الاسكندريه. جول 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 الله الله، رامي ربيعه الله، جول معلول ولا رامي مش مهم، جول الله الله، الاول للنادي الاهلي الله. ثالثه شمال ورقت. الحمد لله بدانا بدايه كويسه، بدايه كويسه للنادي الاهلي، بدايه كويسه. بس مين اللي جاب؟ معلول باين ولا ربيعه ولا مين؟ مين؟ معلول. ايه راحت لمعلول؟ الله علي معلول برضه جاب ساعة ما كان عندهم 200 منهم ولا ايه؟ معلول لا عايش 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 نادي الاهلي عايش. ايوه يا شريف عايش. اهلي بادئ بدايه كويسه جدا جدا جدا، وان شاء الله الثاني هيجي دلوقتي. فاول تاني بس من الناحيه الثانيه، ان شاء الله الثاني الاهلي.
ان شاء الله صالح واقف عليها، العرضيه بقى اي حد يجيب ان شاء الله اهي جايه. يلا 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 ايه ازاره ده؟ اوه اغاي اه ان شاء الله جاي ان شاء الله جاي. ازاره ازاره والتاني ازاره والتاني الله ايوه ازاره جاب التاني النادي الاهلي كويس جدا. ده تحت بيصوروا انزل وانت كده عشان الله. بص 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 الله الله ازارو والتاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيكسب ان شاء الله الاهلي هيكسب. للاسف للاسف صالح جمعه خارج دلوقتي على نقاله، مش عارف اذا كان هو اتصاب ولا هو طلعوه ونزل تاني ولا لا. بس يا رب يا رب يا رب ما اتصابش ان شاء الله. اتصاب عبد الله سعيد لسه ما نجهزش قوي، لسه عبد الله مش قوي، لو نزل ممكن يتصاب. يا رب صالح يرجع وان شاء الله هيرجع صالح. للاسف 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 صالح اتصاب، صالح اتصاب ومده اصابته مش عارف ايه، هعرف اكيد بعد الماتش. وليد سليمان هو اللي بيجهز عشان ينزل، كنت متوقع عبد الله بس زي ما قلت لكم عبد الله مش جاهز قوي عشان ينزل، فهينزل وليد ويحول التشكيله 4 4 2 تقريبا او 4 2 2 2. هي هجمه الحمد لله في شريف او 27 دقيقه او جونين ان شاء الله الشوط الثاني، او قبل ما الشوط الاول يخلص نجيب الثالث ونريح كل الجماهير وان شاء الله يعني نرتاح خالص والاهلي يصعد نهائي ان شاء الله. هزارو الثاني الله الله على هزارو الثاني الثاني هزارو 3-0 3-0 هو بقول لهم بقول لهم جماهير النجم اسكتوا هزازا الله مين رفع عود؟ عاش قوي الله يا تك الله 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 عاش قوي ده اجاي لمين؟ معلول معلول اسيست ازارو معلول الاسيست ازارو بيقول لجميل النجم اسكتوا بيقول لهم اسكتوا ازارو ازارو بيقول لجميل النجم اسكتوا الله 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 الاهلي الله الله. الشوط الاول الشوط الاول الحمد لله الحمد لله خلص 3-0 الاهلي بادئ متحفظ جدا كان بادئ متحفظ جاب جول في اول دقيقه من فاول ابتدى يضغط تاني الماتش نام شويه على 15 دقيقه كده كده عيل تاني النادي الاهلي وابتدى ان هو يروح ويجيب اجوان كويس جدا 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 ان شاء الله الماتش يكمل على كده ان شاء الله 3-0 الشوط الاول وكمان يجيب اجوان تانيه وازارو جاب جونين جونين كويسين جدا 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 ان شاء الله باذن الله يعني الاهلي يعمل حاجه في الماتشات الجايه في الشوط الثاني يعني نجيب اجوان ثانيه ان شاء الله والاهلي يكسب 4-5 وان شاء الله النجم ما يجيبش اجوان خالص وانا اتوقع اتوقع الماتش ده يخلص 5-0 حاسس ان هو هيجيب جون كمان او حتى انا هجيب جولين ان شاء الله الجمهور ده كله مش هيروح زعلان ان شاء الله الاهلي هيصعد وياخد البطوله باذن الله. وما فيش تحليل كتير في الماتش، الماتش ما فيش حاجة تحليلية أصلا، ما فيش حاجة ضخمة في الماتش، ما فيش حاجة اللي هي غلطات، الحاجة الوحيدة بس اللي حطها الباك اليمين محمد هاني متحفظ نوعا ما شوية عن أحمد فتحي، أحمد فتحي كان بيضم كتير قوي للقلب، جاب نجيب وساعده كان بيسحم الدنيا وكان بيبقى باك اليمين فاضي، فمحمد هاني متحفظ قوي واقف في مكانه مش بيروح حتة وقافل كويس قوي على الباك الشمال، والناحية التانية أنا معلول قافل على الباك اليمين كويس جدا عكس ماتش سوسة. مفيش حاجه يعني كتيره ونص الملعب رمى ده كويس جدا برده مادي ان شاء الله الشوط الثاني يبقى احلى والاهلي يكسب. يلا نروح نشوف الشوط الثاني. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن ازارو الرابع للاهلي والثالث ليه شخصيا هاتريك هاتريك لازارو ازارو بيرجع بقوه ازارو بيرجع بقوه ازارو بيرجع بص 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 لعبها كوره المؤمن المؤمن لازارو ازارو حطها لا 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 مش ممكن مش ممكن ازارو ده مش ممكن رجع وليه الثقه هاتريك لا 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 مش ممكن هاتريك هاتريك لازارو تمام جدا 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 وان شاء الله كمان الخامس جاي عشان ينهوا خالص 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 من الاهلي باذن الله. للاسف النجم جاب جول بس مش مهم برده الاهلي لسه صعب بس المهم دلوقتي ان النجم ما يجيبش الجول الثاني. النجم لو جاب الجول الثاني تقريبا في غلط على الاهلي بس ان شاء الله مش هيجيب الجول الثاني والاهلي يعزز بالخامس ان شاء الله عشان يدي على امل النجم خالص. لا 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 خلي بالك من النجم دي خلي بالك
الصوت دي مش شايفين منها. خلي بالك خلي بالك. الحمد لله الحمد لله. جول جول الخامس وليد سليمان. بص ازاي قالك وليد حلو. وليد وقع وجابها. لا شفتش ازاي. الله الله. والجول اصلا الجول اصلا بيحسبها فيها وساب الكوره. اه بص 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 يا خالد. الله وقعوا يا عيني. بص 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 خبر اللي بيضر المدافعين. بص الان بص على الكوره. الله هي بيلين دي او فاول. ايوه هي المفروض كانت ضربه جزاء. الله بص بص عمل ازاي وبص لها جول. بص على الكوره. الله الله لا دخلت لوحديها. الله هي ماشي. مش عارف انا مش عارف. بص بص يا بابا بص الله الخامس. خمسة ان شاء الله. ان شاء الله كمان نزود. ان شاء الله نزود كمان. يا سلام. رامي رامي السادس. رامي السادس. رامي رامي والسادس. الله الله يا رامي. ستة ستة واحد بيلعبوا نفسيهم. بيلعبوا نفسيهم. بص بص بص. الله الله يا رامي. الله يا رامي. يعني ولا كانه يلعب لعب بجد يعني. خلاص 6 1 ممكن يزودوا كمان. النجم وقع. النجم وقع خلاص. النجم وقع 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 خلاص. خلاص مبروك لكل الاهلاويه. مبروك لكل اللي بيتفرج عليا. الاهلي كسب 6 2 وصعد خلاص نهائي افريقيا. ان شاء الله اللي ياخد افريقيا ياخد التاسع ويوصل نهائي كاس العالم للانديه. ان شاء الله يعمل حاجه في كاس العالم للانديه. مفيش تكتيك كتير في الماتش. ماتش تكتيكيه مفيش حاجه كتيره. المدافعين والباك اليمين والشمال كلهم عاملين ماتش عالي جدا. عمرو السلاوي ورامي ربيعه الاثنين كانوا في مكان ده عاملين ماتش عالي قوي قوي قوي. ما بيعدوش لاعبين نص الملعب بتاعت النجم. كان ماتش ممتاز جدا 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 من النجم الساحلي. الاهلي عجبنا النهارده وان شاء الله ياخد الابطال دوري ابطال افريقيا. وباذن الله باذن الله يبقى الماتشات الجايه تبقى احلى واحلى. زي ما قلت لكم تكتيكيه مفيش حاجه خالص. الحلقه دي مش تكتيكيه مفيش حلقه تحليل. انا اسف جدا جدا بديكوا الوقت عشان كده مفيش حلقه تحليل. وان شاء الله في الماتشات الجايه يبقى في تحليل وماتشات جديده جدا للماتش الماتشات الجايه يعني. وفي نهايه الحلقه مش تعملوا لايك سبسكرايب وشير في الخير. ويا ريت تعملوا لايك عشان تعبت في الحلقه دي جدا 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 جدا. الحلقه ساعتين ومنتجتها لاقصر وقت خالص. يا ريت تعملوا لايك وشيروها في كل حته واعملوا اشتراك علشان اول لما اجي لكم تحليل جديد او حلقه جديده يجي لكم على طول. وكان معاكم مصطفى. اشوفكم المناسبات الجايه. سلام.